تسفل مكان رائع جدا. أفهمتم قصدك؟ من لديه بيضة ناطقة ونواة تفاح وكعك كأصدقاء؟ فقط الأطفال يحبون هذا. سونيا طفلة، سونيا طفلة. هيا ابتعدوا عن طريقي يا صغار. ماتي انتبه، مركز المسنين بالقرب من هنا، عليك أن تبطئ. لم أرى أي فتاة منذ أن أتيت إلى هنا، أنت مجرد كاذبة. كن حذراً ماكس، إن هذه خلية فتاة الحبر. لا أحب هذا، أريد العودة الآن. سوف يعدي الجميع الآن، إن انتشر الطفح الحبري هنا فقد تصاب توستفيل بالوباء. لدي فكرة. مايا، نيك، بيوابو، مانتي وسونيا. سونيا من توستفيل. البخاخ الخارق. مرحباً بكم، معكم سونيا. أمس بعد الغداء كنت أستعد لركوب منطاد طائر في توستفيل، لكن بدأت المشاكل بالظهور عندما كنت في المنزل. ستغضب أمي كثيراً بسبب هذا. سونيا، هل عدتِ من المدرسة؟ لقد عدت. مرحباً أمي. أوه، رسمتك جميلة. شكراً أمي. غداؤك جاهز، سأنهي بعض الأعمال وأعود وداعاً. إلى اللقاء. حان وقت الذهاب إلى توستفيل. مرحباً مايا، ماذا تفعلون؟ أهلاً بك سونيا، شاهدي هذا. تصورين؟ سيكون هذا رائعاً جداً. تصورين حقاً؟ نعم، سنرى، ينطلق فعلها. سنحصل على الكثير من الإعجابات، أتراهنين؟ أفضل بكثير مما توقعت. سونيا، مايا، كونا مستعدتين، سأقوم بشيء رائع. أين هي الأظافر؟ أظافر؟ ماذا؟ التي كان يجب أن نحصل عليها، نحتاجها لكي نصلح منزل الكلب بوب كور. تذكرت تلك الأظافر، ذهبت لكي أحضرها، لكن في طريقي رأيت متجراً موسيقياً. بعدها وجدت قرصاً لفرقة الأحجار السعيدة، لن تجدوه على الإنترنت، لا يوجد إلا على أقراص. مدهش. يمكنه إصلاح أي شيء. يمكنه إصلاح أي شيء؟ أيقول الحقيقة؟ غفرة، صدوع، كسور، رشوه ببخاخنا الرائع وسيعود كأنه جديد. هذا أريد رائع. واحداً. انتظر، كم ثمنه؟ مجاني، فقط أخبر أصدقائكم عن منتجنا هذا. أليس غريباً بعض الشيء؟ ها، لنرى كيف يعمل. هذا رائع، خارق فعلا. أتساءل عن مدى صلابة هذا الشيء. صلب جدا. هيا نحضر مافي لكي نلحق برحلة المنطاد الطائر. مرحبا، لا داعي لكل هذا الجهد مع البخاخ الخارق. نحتاج لهذا البخاخ الخارق. يا لهذا البخاخ الخارق والمميز، لما لا نستخدمه في عملية تسريع تجديد الجسر القديم؟ أوه، مرحبا يا مهندس. مرحبا مافي، لن تصدق ما وجدنا. أنتم من لن يصدق ذلك. هل سمعتم بالبخاخ الخارق؟ كل سكان المدينة يستخدمونه الآن، ويصلح كل شيء تريده. كان الكرسي مكسورا وقررت أن أرشه ببعض من البخاخ. وماذا حدث؟ انتظروا لحظة، انظروا بأنفسكم.
من الأفضل أن نبتعد قليلاً. انتباه أيها المواطنون، هناك شيء غريب يحصل في المدينة. يتسبب هطول الأمطار على أطراف المدينة بانفجار الأشياء. والأخبار الجيدة، سيفتتح عمدة توستفيل الجسر القديم اليوم، حيث تمت عملية الترميم قبل الموعد المحدد. كل هذا بسبب البخاخ الخارق، قد استخدمه الجميع تقريباً. انهطل المطر على المدينة بأكملها فتوستفيل. هذا يعني ستنهار توستفيل. هذا ليس الوقت المناسب لك. لا داعي للخوف، سيهتم العمدة بالأمر. أرأيتم هذا؟ لقد أصلحت هذا الرف باستخدام البخاخ. دعونا نفكر قليلاً. الآن، نيك، شغل الموسيقى. نعم، لقد انتهى المفعول الوهمي لإصلاح المزهرية. كما قلت لكم، للموسيقى قوة لا حدود لها. يجعل الماء مفعول البخاخ يتحطم، لكن موسيقى الأحجار السعيدة تجعله يختفي. رائع! سننقذ توستفيل! لدي خطة. لقد اكتشف الحمقى سر منتجنا. حول! أوقفهم! لا يجب أن يعيقونا! ستصل غيوم العاصفة قريباً! ذاهبون لمكان ما يا أولاد؟ عرف، أنت وراء كل هذا أيها الفتاة الأشرار. كيف عرفت ذلك؟ ها، ومن غيركم يود أذية توستفيل؟ نحن لا نريد الأذية، بل نريد العدالة. سندب الفوضى في توستفيل، وسيكون جانبي أرض توست مليئين بالكآبة. ها، ليس لديكم فرصة. ستنقذ الموسيقى توستفيل من بخاخكم الخارق هذا. ولعلمكم، إنه ليس خارقاً أبداً. لا نيك، لقد أخبرتهم بكل شيء. التزم بالخطة، نحن سنشغلهم. كنت أعرف، أراكم هناك. اركضوا. لقد هرب الهدف. نحتاج إلى التعزيزات. هناك، إنهم هناك. هناك، هيا أسرعوا. إنهم ليسوا لوحدهم. بهذه الطريقة تم كمام من رش المدينة من بخاخ بسرعة. تعالوا. كيف سنهرب من السيارة؟ من هنا. أين اختفوا فجأة؟ لو كانت مايا تصور هذا لقمت بأروع حركاتي. نجح. إن هذا الفتى مجنون حقا. أعلم هذا، أنا مجنون. إلى اللقاء. أين هو نيك؟ كان عليه أن يصل قبلنا. أنا هنا. انظروا لمكبرات الصوت هذه. أليست رائعة؟ ستضج المدينة بصوت الموسيقى. هم هناك، أحضروهم. لقد انتهيت. هيا اصعد. أشعل النار. لن تهرب أبدا. وقت البخاخ. راقبوا جيدا، لسنا بحاجته. نيك، هيا شغل، وقت موسيقى الأحجار السعيدة. لقد وصلنا قبل العاصفة. يا مواطنو توستفيل، اليوم أنا عمدة توستفيل، فخور في تقديم الجسر القديم بعد تجديده. هذا رائع، وصلنا قبل وصول الأمطار. نيك، هل أنت من أوقفها؟ لا، لم أقم بإيقافها. البطارية، لقد نفد الشحن. لا يجب على سكان توستفيل الصعود فوق الجسر مع هذا المطر. أعطني. انتظر. أحسنت عملاً. مرحى. لقد اختفى الجسر.
كما توقعت تماما. لحسن الحظ أنه مجرد مطر وليس مشكلة خطيرة. لم يكن المطر هو المشكلة، بل إيجاد طرقا وحلولا سريعة دون أي جهد. وقت عودتي إلى المنزل. من يغض نظره عن مشكلة صغيرة ستكبر وسيضطر لحلها. بالمناسبة، لم يجدوا أولئك الفتاة، ربما عادوا إلى الأراضي المحروقة أو يختبئون في مكان ما في توستفيل. بالحديث عن توستفيل، أصلح كل شيء بما في ذلك منزل الكلب. والآن إلى ماركو من إيماترا. في الواقع قمت بغسل الكاتشب من على مائدة الطعام، والآن أراكم لاحقاً. الثقب الأسود. مرحباً بكم، أنا سونيا. هناك الكثير مما لا أعرفه عن توستفيل لأنني اكتشفتها للتو، مثل أنني تعلمت مؤخراً عن يوم الثقب الأسود وهو عطلة ما. لذا أفضل طريقة للاحتفال إعداد أول كعكة لي. لم أكن أعلم أن بعض العطلات يمكن أن تصبح كوابيس. وقت الذهاب إلى توستفيل. لنحرك المغناطيس ومن ثم نضع المربع. تبدو لذيذة. انطلاق. ما هو يوم الثقب الأسود؟ هو مثل يوم مليء بالفرح أو يوم للبطولات. ولما يختبئ الجميع؟ انتباه أيها السكان، إنه يوم الثقب الأسود. أكرر، حل يوم الثقب الأسود. هناك احتمال بتكرار الرعب الذي حل قبل عامين في الثالثة عصراً، لذا ابقوا في الداخل. إن اضطررتم للخروج من منازلكم فابقوا صامتين. لا تخطئوا مثل سيدتك الأكلاس. يوماً سعيداً للجميع. مرحباً مايا. سونيا، وصلت في الوقت المناسب. سونيا، مرحباً. مرحباً. مافي، بيبو، مرحباً. هل بدأ الأمر بالفعل؟ نجماً يطرق الباب. مرحباً، كلكم هنا؟ نجتمع دوماً عند مايا. نعم، في يوم الثقب الأسود. صحيح، وللاحتفال بذكرى يوم الأول في توستفيل أعددت كعكة. لا نحتفل في يوم الثقب الأسود. هلا. أوه، ما هذا؟ مفاجأة مقرفة. كن لطيفا أكثر نيك. ليسخر ما شاء مايا، لكننا خبازين ونخبز الكعك. لذا استمتعوا بكعكة رائعة ذات اللون البرتقالي والأزرق والجلوتين والحليب والزبيب مع السمك وزبدة الفستق. تبدو وكأن حوتا بصقها. ما تلك الأشياء اللزجة؟ ربما لغاب الحوت. نيك يشبهه فعلا. لمست مايا لغاب الحوت. لا، إنها كريمة الموز. لا بأس بمحاولتك لصنع الكعك، ولكن هنا يختبرونه على الكلاب أولاً. لا يوجد كلاب هنا. لا مشكلة، الحل في توستفيل. كلب من الفشار، ما ألطفك. سأصورك. أراهن أن فيه براغيث. إنه نظيف، أنت من لديه براغيث. أعطيه الكعك. خذ أيها الفوشار، كل يا صغير. والآن تأكدتم، هيا تفضلوا. ربما لا يتناسب السمك مع زبدة الفستق. تناثرت الكعكة على السجادة. كعكة،
يشبه كل شيء إلا الكاك. أوه يا فوشار، أنت بحاجة إلى الهواء النقي. لنذهب. كان علينا انتظار ردة فعل الكلب. رأينا ما حصل لمايا. أصمت نيك. سيظهر الثقب الأسود، لذا تحلوا بالهدوء. هل الساعة الثالثة؟ سونيا وحبة الفوشار في الخارج. يا فوشار، يا فوشار، علينا إيجادها بسرعة. ويأكلنا الثقب الأسود؟ قد لا يظهر الثقب الأسود، فقد اختفى منذ أن ابتلع سيدة كلاكلاس. هل ستكون سونيا بخير؟ ليس وقت الاحتمالات، لنبحث عنها. سونيا، أين أنت؟ هي، ما هذا؟ من أنت؟ ما الذي فعلته؟ أعد إلي الفوشار. النجدة، طفلة في خطر حقيقي. أيها الفتى، تعال واختبئ عندي. ألا ترى أنني فتاة؟ نظري ضعيف لا يسعفني. النجدة، النجدة، ساعدوني، إنه يلاحقني. أترون هذا الرعب؟ لكنني اكتشفت أن السكان هنا متعاونون ويساعدون في الأزمات. أين هي؟ أصمت، أسمع صوتاً. يجب أن أعود إلى المنزل حالاً. هيا بنا يا منزلي. ماذا كانت كلمة السر؟ هاي، أيها الثقب الأسود، أنت تشبه ثقب الدونت. نيك، أخرج سونيا من هنا. سونيا، هيا. مايا المسكينة، أيها الوحش، أرجو أن تصاب بالحازوقة. الحازوقة؟ ماذا؟ لا يوجد سمك؟ أحضرت المبشرة. أين مايا وحبة الفوشار؟ لقد ابتلعهما الثقب الأسود. إذن أحتاج خبز كعكة رائعة أخرى، برتقالية وزرقاء مع الجلوتين والحليب والزبيب والسمك وزبدة الفستق. أنا سونيا الخبازة الرائعة. ما الأفضل، نتسمم بالطعام أم يبتلعنا الوحش؟ تذوقوا ما صنعتم مما وجدت. هم؟ أفضل بكثير من تلك. فعلاً أفضل بكثير. هذا لن يصيب الثقب الأسود بالحازوقة. فشل كامل. لحظة، خبزت الكعكة لتصيب الثقب الأسود بالحازوقة؟ هل ستساعد قطعة من الكعكة القديمة؟ مافي، ألم تتناول كعكتي؟ لا أحب المخاطرة، آسف. مايا، فوشار، التحميل بطيء جداً. لا تغطية هنا. أن، انظر هنا، هنا. أيها الثقب الأسود، أيها المشاغب الكبير. ابتلعني. هل نجح الأمر أم ضاع تعبنا؟ نجحت الوصفة. مايا، سونيا، مايا، سعيد جدا بعودتك. شكرا يا نيك. أيها الناس،
كعكة سونيا الرائعة واللذيذة باللون البرتقالي والأزرق مع الجلوتين والحليب والزبيب والسمك مع زبدة الفستق، ولا أعلم ماذا أيضاً أنقذتنا اليوم. بصفتي عمدة مدينة توستفيل أمنحك صفة مواطنة فخرية، يمكنك حضور جميع فصول مدرسة توستفيل. لا إلا هذا. عادت السيدة كالاكلاس. السيدة كالاكلاس كانت السبب الرئيسي في رسوب ابني، لذا لن نشكرك على شيء. ما الذي يجري؟ من هذا؟ معلمة الرياضيات المخيفة، ابتلعها الثقب الأسود قبل عامين، ليته بقي محتفظا بها. ولكن الآن عاد الوحش الحقيقي. هيا بنا. قفي عندك، لا تتحركي. ما هو ناتج 52 ضرب 3؟ ما هو؟ 156. لقد تذكرت كلمة السر أخيراً. لتعد سونيا إلى المنزل. أنقذت العالم من وحش واحد، وفي بعض الأحيان يظهر وحش آخر. يا أصدقائي، رأيتم أن سكان توستفيل مثلنا، لكنهم مختلفون قليلاً. وإلى جورد من تورونتو، أروع فرقة في توستفيل هي الأحجار السعيدة. وداعاً. المربى الأسود. مرحباً، أنا سونيا. أحياناً أساعد أبي في المقهى. كان علي الاستماع إليه لوقت أكثر، ولكن علي الذهاب إلى توستفيل وأريد الوصول في وقت باكر، فالجرد ممل. هذه 8 زجاجات، علينا جرد المخزون بدقة حتى لا ينفد. شارعنا مليء بالمتاجر، إن نفد لدينا أي شيء فيمكننا شراء ما ينقصنا. لا، كانت تقول جدتك لي لا يمكن توقع ما تخبئه الحياة، علينا الاستعداد لأي مفاجأة. 7. أوشكنا على أن ننتهي، هيا اذهبي والعبي. مرحى. طلبت مايا مساعدتي في تصوير مقاطع فيديو جديدة مؤثرة. أوه لا، آخر قطرة من المربى، سأجلب اليوم المزيد منه. وقت الذهاب إلى توستفيل. مايا، هيا قولي لي كل شيء عن ذلك الفيديو. مرحبا سونيا، لقد انتهيت من كل الأمور المثيرة للاهتمام، مثل صور الطعام ودروس التجميل. أريد أن أصور شيئا جديدا. ها؟ مدهش، وبماذا تفكرين مايا؟ أفكر بالمغامرة. سمعت عن وجود قوس قزحين لتوقع الحظ في رينبو هيفن، وأريد أن أكون أول شخص يغطي توقعاته. إنها فكرة رائعة، ولكن قبل هذا علينا أن نذهب إلى متجر السيد ليتو لشراء المربى الوردي. إن لم أحصل على هذا المربى اليوم لن أستطيع العودة إلى هنا. كنت أنسى هذا حقا. وفيما بعد سنحاول إيجاد قفص قزح. يجب أن أكون أول أحد يصوره هنا، وإلا فلن يشاهد قناتي. لا تقلقي، لن نتأخر. مرحبا سيد ليتو، إنها أنا سونيا. كأن أحداً ما اقتحم المكان. لا، هذا حذاء السيد ليتو، هناك من قام باختطافه. ربما نفدت لديه مواد التنظيف وذهب لإحضار المزيد من السوق. علينا أن نغادر الآن، وإلا سنفوت الحافلة الأخيرة إلى رينبو هيفن. انتظري، أولاً سأخذ بعض المربى. رائحته نتنة وكريهة جداً. هذا سيفي بالغرض الآن. مايا، أنا أعدك، سنصل أولاً إلى هناك، ولكن دعيني أفكر. صندوق
صندوق الخبز والمغناطيس مثل الذي لدي. هذه اللصاقات تبدو كأنها أماكن في توستفيل. انظري ما هي ذي رينبو هيفن. نحتاج إلى المربى. مربى أسود اللون؟ هذا ليس مبشراً. إن صديقتك محقة. لا أحد يعلم تأثير المربى الأسود. شكراً على النصيحة، ولكن من تكونين؟ صديقة، وإن كان المربى فاسداً فلن تعمل مغناطيسات التنقل بالطريقة التي تعرفينها. عذراً منك، ولكن والدي أوصاني ألا أتحدث مع الغرباء، والآن يجب أن أذهب مع مايا إلى بلدة رينبو هيفن الآن. سونيا، لقد تجاوزنا غشاء الجبن كلياً. نحن في أرض الفتاة المحترق، ليست المغامرة التي خططت لها. ماذا؟ ابتعدوا، ابتعدوا عنا. هيا أسرع أكثر أيها الأحمق، أنهي صنع المربى. فريقنا من الفتاة الملطخ جاهز للتسلل ونشر اللون الأسود في جميع أنحاء توستفيل. ولكنني لست مستعداً على طبخي في مطبخ شخص آخر. اعمل بصمت، هيا بسرعة، وإلا سأرميك في المرحاض المتلقي. لا، كل شيء إلا هذا. علينا أن نوقفهم الآن، نحتاج إلى خطة. لا يمكن لأحد التنبؤ بخصائص المربى الفاسد، فقد تكون مفيدة لنا. إنه أنت، ربما سأثق بك الآن، فقط إن أخبرتنا من أنت ولماذا لحقت بنا إلى هنا. سأشرح لاحقاً، ولكن الآن سونيا، أنت الوحيدة التي تستطيع إنقاذ ليتو. أعرف هذا الصوت، ولكن لا أتذكر لمن. لا يمكن توقع ما تخبئه الحياة، علينا الاستعداد لأي مفاجأة. لقد سمعت هذا الكلام من قبل. إضافة المربى الأسود إلى وعاء الفتاة سيفشل خطتهم الشريرة. هذا ما سأفعله. مايا، قومي بتجديدهم. ولكن سوف يقومون باختطافي حين يرونني لأنني من توستفيل. القليل من هذا اللون وهذا، وسوف تبدين مثل الفتاة القديمة. قولي كيف عرفت أن اسمي سونيا؟ اختفت من جديد. مرحبا. من هذا؟ كنت أتساءل هل يمكنني التقاط صورة لكم جميعا؟ ماذا؟ لماذا؟ أتكونين صحفية من الفتاة؟ نعم، نعم صحيح، صحفية. أنا صحفية، أتيت من المطبخ الجديد، وكما تعلم علي التقاط صورة لكم مع وصفتكم الجديدة إن سمحتم. هيا ابتسموا. مرحبا سيد ليتو، أنا سونيا، جئت لكي أخرجك. شكرا لك سونيا، لكن لا يمكنني ترك وعاء المربى هذا بأكمله هنا، لأن الفتاة سيستخدمه لاحقا للانتقال إلى توستفيل. ولكن هذا المربى فاسد. هو كذلك، سنفسد خطتهم بإضافته. أنت لست صحفية من مطبخ الفتاة، بل أنت مواطنة من سكان توستفيل. ما الذي تفعلانه؟ اقبضوا عليهما. أخبروني ما الذي يحدث هنا. أخبره أني أساعدك. كانت هذه الفتاة تساعدني في المطبخ، وتفضل هذا هو المربى. مهلا، تبدو رائحته غريبة. رائحته جيدة، ربما عليك تنظيف أنفك. هاته. والآن حان وقت الذهاب إلى توستفيل. هاهاها.
أتمنى ألا يضغط أحد على زر التصريف. هذا المربى مقرف، كيف سنعود إلى منازلنا؟ لا تقلقي، أحتفظ دائماً بعبوة صغيرة من المربى الوردي للحالات الطارئة. والآن سأذهب إلى التسوق مع أصدقائي الرائعين أيضاً. ينتظرني الكثير من أعمال التنظيف هنا. مايا، بسبب فاتتنا الحافلة للذهاب إلى رينبو هيفن. فات الأوان ولن نصل إلى هناك. لحسن الحظ، لم يعثر الفتاة على مصدر السري من المربى الوردي. شكراً سيد ليتو. انطلقي. إليك توقعي مايا، سوف تخوضين المغامرات هنا وستستمتعين كثيراً مع صديقتك المقربة. أوه، يا له من توقع جميلاً جداً، من كان يظن ذلك؟ يهو، انتهينا، لدينا أول فيديو لقوس قزح وأول توقع. شكراً لك سونيا، كنت أعلم أنك لن تخذليني. أوه، ها قد أتت الحافلة. إلى اللقاء. مع السلامة. والآن حان وقت العودة. وكما تقول لجدتي، لا يمكن توقع ما تخبئه الحياة. علينا الاستعداد لأي مفاجأة. سأتحقق دائماً من مخزون المربى لتجنب الوقوع في مشاكل. أليس هذا غريباً؟ لما اقتبست تلك المرأة الغامضة من الأقوال التي كانت تقولها لجدتي؟ فوتي من غابورون يسأل عن طعم المربى الأسود. طعمه عفن جداً وتجربته ليست نصيحة. والآن إلى اللقاء. Let's jam. Life is not over.